حول الموضوع معنا من جدة السيد معتز بزباي خبير التواصل الاجتماعي. أستاذ معتز مساء الخير. فيسبوك إذا خسرت 37 مليار دولار بعد فضيحة تسريب البيانات والتأثير على فيما يخص الانتخابات الأمريكية، يعني خسارة كبيرة بالنظر إلى ربما حجم الفضيحة. أيضا هنا نتحدث عن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للأشخاص ربما الذين يرتدون هذه المواقع لأغراض يعني اجتماعية بحثة، لأغراض ربما بعيدة جدا عن السياسة. إلى أي مدى مثل هذا الاستغلال يمكن أن يكلف أكثر من هذه الخسارة التي خسرها فيسبوك؟ أي أهلا وسهلا خديجة، أسمستي عليك وعلى أستاذ المشاهدين. طيب عشان نبسط الموضوع على السادة المشاهدين، حاب أقسم الموضوع إلى جانبين. الجانب الأول هو مرتبط وثيق بسوق الأسهم أو أسهم شركة فيسبوك. الجانب الثاني له علاقة بفيسبوك كمنصة تواصل اجتماعي. طبعا احنا عارفين كلنا انه سوق الاسهم له ارتباط وثيق بسمعه او الاخبار السلبيه اللي دايره في السوق. فاللي صار هنا انه الخبر هذا اللي هو تسريب معلومات عن المستخدمين لشركه زي كذا في بريطانيا، خلى الناس يعني يصيبها حاله من الذعر والخوف. فبالتالي انا كمستثمر ويعني ابحث عن شركات استثمر فيها، طبيعي جدا ما راح اتجه الى فيسبوك، وبالعكس لو كان عندي اسهم فيها راح اسيلها وراح اطرحها في السوق بشكل يعني مباشر. عمليه الطرح هذه للاسهم في وقت جدا قصير وبشكل كبير مفاجئ حيطرا عليه ايش؟ انه انخفاض في سعر السهم، فبالتالي الشركه خسائرها حتكبر. طيب هذا من الناحيه الماليه، من الناحيه الاقتصاديه، من الناحيه التكنولوجيه، من الناحيه الاجتماعيه. الناس يختاروا فيسبوك لاغراض ربما التعارف، تقارب، تواصل، ما الى ذلك. يعني اصبح مثلا الموقع استغلهم يعني في نقطة ما، وحتى بالنظر إلى ربما تراجع في الإقبال على الفيسبوك خلال السنوات الأخيرة، هل يمكن أن نقول أننا بدأنا بنهاية الفيسبوك؟ والله قد تكون نعم. هو يعني تسريب عدد كبير من المعلومات لأكثر من 50 مليون يوزر، فإحنا لو افترضنا أنه 10% من هذا العدد أو 20% قاموا بإقفال حساباتهم بشكل مباشر، هذا بيأثر سلبا على قوة البراند أو قوة فيسبوك كمنصة تواصل اجتماعي، ناهيك عن أنه الكريديبيليتي أو الثقة المبنية بين هذه المنصة وبين مستخدميها يعني أصيبت بخلل. فبالتالي أنا كمستخدم راح أبتعد عن هذه المنصة. النواتج حتكون أنه أنا كشركة فيسبوك مساحاتي الإعلانية ما راح تنباع، الناس الأكتيف يوزرز حيقلوا، وهذا طبعا هيأثر على أداء الشركة بشكل عام، وفي نهاية العام الله أعلم تحقق خسائر كبيرة. شكرا لك جزيلا على هذه المداخلة الأستاذ معتز بزباي خبير التواصل الاجتماعي، كنت معنا عبر الهاتف من جدة، شكرا لك.